نتشرف فعلا بوجودنا النهارده في مؤسسه كبيره وفي مستشفى كبيره زي بهية، وحاجه تشرف ان هي موجوده على ارض مصر. بصراحه الواحد يعني دايما كان يسمع عن المستشفى من قبل ما يجي، لكن اول مره يمكن بيلمس الموضوع فعلا وبيشوفه، بيشوف قد ايه الامكانيات اللي هم محضرينها والاجهزه اللي موجوده والحاله الايجابيه الجميله. يمكن انتوا كلكم حضرتوها معايا وشفتوها، فالحقيقه لا يعني احنا نقله ثانيه خالص. واحنا كنادي اهلي طبعا احنا دور النادي الاهلي مش رياضي بس، يعني النادي الاهلي دوره مجتمعي ودوره وطني، فلازم يكون داعم لحاجات ومشاريع كبيره ومشرفه زي دي. وزي ما قلنا يمكن نسبه السرطان الثدي في مصر نسبه مش قليله، 18% من حوالي مرضى السرطان في مصر، فده يعني لازم ليه اهتمام اكبر. والنادي الاهلي بدوره برضو المجتمعي لازم يكون ان شاء الله مساند للقضيه دي واللي دور فيها. احنا بنفصل دايما، يعني ما فيش حاجه اسمها يعني ان احنا في مشاكل او في بتاع فبنقف في مواضيع ثانيه. النادي الاهلي نادي طول عمره مؤسسه كبيره ومؤسسه عريقه وعنده يعني اكتر من مشروع واكتر من ملف واكتر من حاجه شغال فيها. فالنادي الاهلي ادارات مختلفه، لجان كتير شغاله في النادي الحمد لله عامله شغل جامد جدا، اللجنه العليا ومن تحتيها 8 لجان عامله شغل كبير، وابناء وشباب وسيدات النادي الاهلي كله، يعني خليه نحل شغاله. ده دايما بيتفصل يعني كل ملفات النادي، كل على حده، كل ليه ادارته اللي شغاله، وفي النهايه كلها مسؤوليات مجلس الاداره، واحنا مش بنقف على حاجه عشان اي مشكله. يعني هو الموضوع بالنسبه لنا موضوع لازم النادي الاهلي كدوره المجتمع والوطن لازم يبقى مساند بالاته والياته الاعلاميه، سواء في القناه في صفحات النادي على السوشيال ميديا، لازم يبقى في رساله توصل. ولازم ان احنا بنتكلم ان في توسعه للمستشفى مثلا او بيفكروا في مشروع التوسعه، لازم النادي الاهلي يبقى ليه دور لده وبيساند ده وبيكبر ده ويعمل يعني توعيه عامه للشعب المصري والجماهير النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي من السيدات ومن كل المستوى الاعضاء للمشكلة السرطان الثدي واهميه الموضوع ده ان هو يبقى اكتشاف مبكر ليه ازاي. فلا اعتقد دور النادي الاهلي كبير في الموضوع ده. الجمعه اللي جايه باذن الله الساعه 2 الظهر ان شاء الله، اليوم ده هيبقى استقبال المحاربات واستقبال اسره بهية في النادي الاهلي باذن الله في الجزيره 2 الظهر، ويقضوا اليوم كامل مع النادي الاهلي ان شاء الله.